مأساة الحقيقة. يعني واضح ان هم كانوا مهتمين جدا بالبنت وودوها مدرسة خاصة وبيحاولوا ان هم يحافظوا عليها، وكانوا جايبين لها كمان عربية خاصة توديها وتجيبها، مش بس المدرسة. معايا الأستاذ هاني عطا على التليفون. أستاذ هاني مساء الخير. أستاذ هاني مساء الخير. معانا دكتور عادل وكيل وزارة. دكتور عادل وكيل وزارة التربية والتعليم، مساء الخير يا دكتور. أهلا، مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك. شفت الحادثة طبعا بتاعت فريدة اللي احنا عرضناها دلوقتي؟ طبعا، وألمتني هذه الحادثة. يعني حضرتك شايف ان ايه اللي ممكن يتعمل في حالة زي دي؟ احنا الحمد لله، يعني المدارس احنا متابعينها كويس جدا، وبنجري في المدارس والكل يعلم تمام ان المتابعه، وابتداء من وكيل وزاره كل يوم 4 مدارس وخمس مدارس بتابعهم من الساعه 6:30 صباحا. ايوه، وده مشهود لي بذلك، وبنتابع المدارس جيدا. ولكن طيب الغلط هنا فين يا فندم؟ الخطا ان لما البنت طبعا خرجت من المدرسه وهم كانوا جايبين يعني سيارات خاصة ليهم مش باص المدرسة، فالبنت جرت ورا الباص والباص بيرجع وهي رايحة تركب العربية بتاعتها. هو كان في فناء المدرسة ولا خارج فناء المدرسة؟ لا، ده بره على الشارع، خارج المدرسة. خارج المدرسة. طب هو السواق المفروض مش يبقى عامل حسابه طبعا، وبعدين طبعًا. الاطفال المفروض انها ما بتخرجش لوحدها، اللي انا اعرفه لما بيبقى طفل زي كده بيكون في اشراف. انا سلمتها للسياره بتاعتها وهي نزلت بعد ما سلمتها، قلت له لا، المفروض ان الاشراف يتابعها لغايه ما تخرج وتمشي. قال لي ده دي سياره خاصه بتاعت اولياء امور. طب عملتوا ايه حضرتك مع المشرفين طبعًا المقصرين؟ قرارات سريعه وجريئه وفوريه، ان على طول انذار للمدرسه عشان يزودوا الاشراف ومتابعه الاشراف لركوب الطلاب الى الباص والتمام عليهم لغايه ما يوصلوا لاهاليهم. ايوه، لكن يا استاذ عادل ايه العقاب اللي المفروض؟ هي واحده واصله لحضرتك. انا اخذت الاجراء ايه؟ اتفضل. الاجراء رقم 2، انذار. اول حاجه انذار للمدرسه. ايوه، استبعاد مدير المدرسه. استبعاد تمام. مدير المدرسه تمام. مشرف الباصات استبعدته. تالت حاجه مشرف الباصات، مسؤول امن المدرسه خد كذا، ومسؤول استبعدته يعني رفضته، يعني استبعدته. نعم. يعني تم رفضه طبعا. لا مش رفضه، مال كذا خد كذا. لا، اللي استبعد مدير المدرسه ومسؤول الباصات، مدير الامن خد كذا 10 ايام. يعني 10 ايام مقابل حياه طفله تموت؟ لا، ده مسؤول الامن، مسؤول امن المدرسه. انا بتكلم على الاشراف طبعا، الاشراف استبعد وخدوا جزء كل واحد 10 ايام. لا الحقيقه يعني ومدير التعليم الخاص تم مجازاته واحالته للتحقيق في الشؤون القانونيه. طلبت المدرسه دي مدرسه خاصه، طلبتهم بتعيين مشرفين زياده للمدرسه. يعني في ناس اتجادت وفي ناس استبعدت، وطبعا يعني هنقول في النهايه استبعدوا. راحوا فين اللي استبعدوا دول؟ طبعا استبعاد خلاص، يمشي المدرسه. رفض يعني، انا عايز اسمع كلمه رفض. اصل استبعاد انا ممكن اشيله من مكانه واحطه في مكان اخر يعني. لا، مكان اخر، هي مدرسه خاصه هي اللي بتعين. ها، يعني مش يعني تم رفضه تماما. طبعا رفضه من المدرسه. ابعاده رفضه، مسؤول الباصات متعين يمشي. مدير المدرسه ضعيف يمشي، مش قادر يسيطر على المدرسه. يعني انا خدت قرارات سريعه وفوريه، وطبعا انا ما يرضيش ده طبعا. طب والسواق، السواق اللي عمل الحادثه ده؟ السواق ده بقى حاجات اجراءات شرطيه وقانونيه في النيابه قبضوا عليه، مش بتاعتي دي. يعني بس لازم برضه هيتحاسب، لان هو عارف ان هو في منطقه طبعا فيها اطفال. طبعا. غير كده انا متابع المدارس الخاصه، عامل تحليل الدم لل طيب استاذ عادل حضرتك خليك معايا على التليفون. معايا الاستاذ هاني والد فريده. مساء الخير يا استاذ هاني. نور يا فندم. البقاء لله، وطبعا قلوبنا كلها بتدمع لموت فريده، و يعني انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، بس حادث مأساوي واهمال كبير، ولازم تاخد حقك وفريده تاخد حقها طبعا.
اللي حصل بالظبط ايه؟ اللي حصل فريده بعد ما يوم الحادثه وهي خارجه من المدرسه، السواق بيستلمها من مشرفه الباص، ايوه مشرفه البوابه، ولسه واقف ما اتحركش من قدام باب المدرسه، من قدام المدرسه لا معلش معالي وكيل الوزاره بيقول ان الحادثه بره المدرسه. ايوه الحادثه مش بره المدرسه يا فندم، الحادثه جوه المدرسه. طيب يبقى ليه بيقول ان هي خارج فناء المدرسه، وانا لما جالي التقرير ان هي داخل فناء المدرسه؟ الحادثه داخل فناء المدرسه يا فندم، المدرسه مدرسه بتقف فيها فنائين، فناء الداخل وفناء في النص بتقف فيه الاوتوبيسات والعربيات. دي مدرسه ايه دي يا استاذ هاني، اسمها ايه؟ مدرسه الاوائل يا فندم. الاوائل؟ مدرسه الاوائل الخاصه في الفيوم مش كده؟ في الفيوم. اتفضل. وبعدين السواق لسه بيستلمها وماسكها، لسه بيستلمها من المشرفه، مستني بقية زمايله واولاد عمها بيستلمهم. فوجئ بان البنت الاتوبيس دهسها، لسه ماسكها في ايده والاتوبيس دهسها جوه المدرسه، ما كانتش. ومعنى كده ان هو كان راجع بسرعه جامده علشان ان هو يدهسها ومحدش يقدر يوقفه ولا يلحقه، معنى كده ان هو كان داخل. الراجل اللي استلمها نفسه هو ما خدش باله كان هيموت، البنت كان في ايدها ولد تاني، ولد تاني زميلها ماسك ايدها جري منها، هي من الحين واقفه مكانها ما اتحركتش يا حبيبتي، مش واخده بالها خالص يا فندم، البنت كانت واقفه وداخل فناء المدرسه يعني. لا لا لا، ده لازم يتحاسب ولازم يبقى في اجراءات اكتر من كده. ما ينفعش اللي هو مجازاه 10 ايام والكلام ده كله، ما ينفعش، ده مش هيكفي وفاه فريده. معلش شارك وكيل الوزاره بيقول ان مدير المدرسه هو اصدر امر بان مدير المدرسه يمشي، مدير المدرسه ما زال بيدير المدرسه لحد النهارده. موجود مكان. موجود في طب خليك معايا لحد النهارده يا فندم. خليك معايا يا استاذ هاني. استاذ عادل. يا استاذه، الاستاذ قال لك ان دي داخل فناء المدرسه، اولا انا بعزيه طبعا، ويعني انا المصاب اليم وانا زعلان جدا، والبقاء والدوام لله، وربنا يعوض عليه ويرحمها ان شاء الله وتاخد بايده في الجنه ان شاء الله. انا لا اقبل هذا تماما، لكن يعني الحق يقال انها كانت خارج فناء المدرسه. ما هو في شهود يا استاذ عادل اكيد، ولو في كاميرات في المدرسه خارج المدرسه الباص مش هيحمل البنات في فناء المدرسه، يعني دايما بيخرجوا من بره المدرسه. في ساعات اتوبيسات بتدخل تركن داخل المدرسه. اما ده جزاؤه طبعا، النيابه العامه طبعا مش هتسيبه طبعا وهياخد جزاؤه، واحنا لا نقبل ده طبعا. لكن انا يا استاذ عادل حضرتك لازم تقف جنبه وتاخد حق بنته. عقوبه عندي استبعاد ومجازات يعني. طب والمدرسه انذار يعني هو بيسلم حضرتك بنته وتبقى اقصى عقوبه استبعاد ومجازاه يعني. استاذ السائق في النيابه، السائق في النيابه هنستنى تحقيقات النيابه ونشوف هتوصل معاه لايه. طبعا تحقيقات، احنا ننتظر تحقيقات النيابه. يعني لكن انا خدت القرارات السريعه الفوريه طبعا، ده وده اصلا ما يعني ما يكفيش، ولكن دي القرارات اللي عندنا يعني. استبعاد مشرف الباصات، انذار للمدرسه، استبعاد المدير، مجازات الامن، مجازات مسؤول امن الاداره ومسؤول التعليم الخاص بالاداره التعليميه. طب هو بيقول لك ان المدير لسه موجود. دي اوامر اداريه، اما القانون والشرطه والنيابه ننتظر التعقيب بتاعها بقى. طب هو بيقول دلوقتي ان المدير لسه موجود مكانه. لا يا استاذه بعد اذنك، انا اديت امر لمدير المدرسه وهو افادني ان المدير انتهت صلاحيته في المدرسه، وجوده في المدرسه. طيب لان ما ينفعش مدير يحصل عنده حادثه ويبقى فيه اهمال ويستنى في المدرسه. استاذ هاني بيقول لك وبياكد ان المدير مشي. انا ساتابع بنفسي غدا. هو مشي لان مدير المدرسه خلاص استبعده وجاب لي الامر بتاعه. انا بتابع القرارات بتاعتي يعني، مش هستنى. استاذ هاني. ايوه فندم. هو بيقول لك خلاص ان هو القرار طلع وهو هيتابع غدا انه المدير فعلا بالتاكيد يكون ماشي. القرار يا فندم الحادثه بقى لها حوالي 7 ايام او 8 ايام، يعني القرار طلع من يومها يا حضرتك. في تحقيقات يا استاذ هاني، في تحقيقات. بس انا ولاد عمي ولاد اخواتي في المدرسه بيقولوا ان المدير ما زال موجود يا فندم. ما لا يا استاذ، المدرسه ما نفذتش. انا جالي الامر ان هو ماشي، استبعاده امر على الواقع، امر باشا من المديريه لازم يمشي. على العموم احنا يا استاذ عادل هنتابع وهنتاكد اذا كان المدير هيمشي بكره ولا ايه،
و يعني البقاء لله يا استاذ هاني. حياتك الباقية يا فندم. وطبعا ده قدر ربنا كاتبه، وهي اكيد في مكان احسن يعني. الحمد لله. وتاخد بايدك ان شاء الله الى الجنه باذن الله، هي وانت ووالدتها. ربنا والله يصبر والدتها وعزائنا لها. ونعم بالله امين. امر محزن فعلا.